المهم بسم الله الرحمن الرحيم. بالمقارنة السوق مع السوق القديم، هذا السوق فاش كاين دروك حاليا ان شاء الله راه سوق مزيان، فيه كل شيء موجود، وفيه فين ربطوا البهايم، فيه فين يبلصوا الناس، فيه الناس اللي كيوجهوا الماكلة للناس. بالمقارنة مع السوق القديمة هذا السوق مزيان. كنطلبوا من المسؤولين ومن الجمعية باش يرسموا لنا هذا السوق ان شاء الله. خصنا فيه مراحيض، وخصنا مسجد، وخصنا فين يبلصوا الناس الحديد ديالهم. وراه بالمقارنة مع السوق القديم راه كيبان ليا سوق مزيان، وكنطلبوا من الجمعية باش تزيد تدعمنا بهذا السوق، لأن السوق مزيان، جا على الطريق مزيان وواسع، فيه الهواء، فيه كل شيء، الحمد لله راه سوق مزيان. ونطلبوا من الله تعالى باش ترفع علينا هذا الوباء يا ربي. بعلي رئيس المجلس الجماعي لأيتي عزة، شكرا للإخوان على الزيارة ديالكم للسوق الأسبوعي ديال ليتي عزة. ربما من خلال الزيارة ديالكم غادي تكونوا لاحظتوا الإقبال الكبير ديال رواد ديال السوق، سواء الناس اللي تبيعوا ويشريوا في المواشي أو السلع الأخرى. وحنا من طبيعة الحال تلمسوا بأنه السوق بدات ياخذ المكانة ديالو على مستوى الإقليم وأيضا على مستوى الجهة. طب والسوق تتخصو طبعا بعض المرافق اللي قد يعمل المجلس الجماعي على إنجازها إن شاء الله في القريب. وكنتمناو أنه السلطات الإقليمية أيضا تساندنا في هذا في الإنجاز ديال هذه المرافق. وكما لاحظتوا بأنه اليوم السوق عرف إقبال كبير كما قلت، واللي تيجي أسبوع بعد أسبوع غادي تيعرف كياخذ المكانة ديالو كما قلت. وتقريبا إلى لاحظتوا أيضا التشبث ديال التجار وديال الحرفيين كلهم تقريبا بهذا المكان ديال الفضاء ديالي اللي هو فضاء وكبير بزاف، وبطبيعة الحال تيناسبهم جميعا. وهذا مكان ان شاء الله، وحنا كنطمحوا انه هذا السوق يولي سوق جهوي، وهذا ماشي شي حاجه اللي بعيده ان شاء الله، لابد تحقق في المدى المنظور ان شاء الله. مزيان، شمال واحد خدمنا فيه خدمه مزيانه، ومزيان كلشي مزيان، وشي منظم وعلى حقه وطريقه، وما كان زعما تم لي التيار كيما كاين، والناس كاع مزيانين، ديال العمال مزيانين، ولا كلشي مزيان، وبلا قدام ان شاء الله يكون موفق مزيان، يكون سوق زين ان شاء الله، ويزيدوا التطور ويزيدوا في المسائل ديالنا. وشكرا. التمر الحمد لله موجود، الخير سيدي ربي، الرخاء كاين، الغلاء كاين، كل شيء كاين الحمد لله، الماء كاين، كل شيء موجود الحمد لله. السوق حنا مزهز عندنا، حمدنا الله وشكرنا، الله يجازيكم بخير. وبنا حنا هذا السوق يبقى ديما ابدا، الحمد لله، اللهم لك الحمد، شكرا عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.